بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المتابعون، نحييكم مرة أخرى مع انطلاقة وقصة أخرى، قصة نهاية مع تحدي وإثارة، وعنوانها الناموس والإثارة. مباشرة مع هذه الأسماء، ذكرى وحفلة وطلعة رضوى عوايد العزرة وجزر الشاهنية، وعد ولمعة والظبي وطلعة والظبي وزاهية وأشكال والصريدية والظبي. هكذا تنطلق هذه الأسماء اللامعة الباحثة عن نقطة النهاية، البداية بالورد والختام بالمسك. مباشرة مع المركز الأول، مباشرة مع صدارة الأسماء. المركز الأول ذكرى، وتعود ملكية ذكرى للسيد محمد بن راشد بن حضيرم الاكتبي. تليها في المركز الثاني حفلة محمد بن جابر بن حمد بن مصلح الاحبابي على المركز الثاني. الدور دور المركز الثالث، المركز الثالث الشاهينية لسليم بن حمد بن سالم الدرعي على ثالث الأسماء. أروح إلى المركز الرابع، إلى هذه الواصلة بكل قوة، إنها العزرة، وتعود ملكية العزرة للسيد سالم بن الدهيمي بن غفان الخيلي على المركز الرابع، وصول على المركز الخامس. إنها أشكال، إنها أشكال التي تضرب الأمثال مع تحدي وإثارة بن دري مسلم بن علي بن دري المنصوري. والدور دور المركز السادس، وصلت الأسماء ووصلت الشعارات الباحثة عن الختام. راشد بن بخيت بن علي بن مقارح، الله 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 الله. كذلك أسماء لها صولات وجولات وتاريخ مشرف مع هذه الشعارات. الوصول والتحدي من عوايد عبيد بن محمد بن عبيد المزروعي، ويا لها من قوة وانطلاقات رائعة. آخذ المركز الثامن، المركز الثامن، الوصول من ظبي الفلا، مرحبا يا رمز العطاء، علي بن سعيد بن مصبح المنصوري الباحث عن النصر وعن الانتصار. وكذلك هذا الشعار ايضا مع التحديات، ايضا مع القوة والانطلاقات، ايضا مع تجاوز في هذه اللحظات، تحدي وإثارة وقوة من رضوى وبن منانة، بن منانة سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي. وهذا الانتاج وهذه التحديات، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. انه المركز التاسع، ناخذ العاشرة، الوصول والإثارة مع هذه القوة، خليفة بن أحمد بن سيف الرميثي مع الصريدية، قوة وتحدي ونقطة ومن ثم الإعادة إلى المركز الأول، إلى الكادر الأول، إلى المدرج الأول. هذا هو مدرج الطيران ومدرج الطائرات الحربية الباحثة في هذا الشوط للإنتاج والمنتجين. يا لها من قوة، ويا لها من إثارة، ويا لها من تحديات. الله 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 الله، يا سلام يا سلام يا أشكال أشكال. وكذلك الشاهينية، وأيضا من الزاوية الأخرى ذكرى، ذكرى جميلة مرصعة بذهب عيار 24. يا سلام يا سلام يا سلام. رابعا انضمام، انضمام وتسلل ناعم وملحوظ، الظبي الظبي. يا سلام، علي بن سعيد بن مصبح المنصوري مع رابع الأسماء. والدور دور المركز الخامس، شعارك المزروعي، شعارك، ابدع يا أيها المبدع، عبيد بن محمد بن عبيد المزروعي. يا سلام، مع رابع الأسماء بن مقارح المرتبة الخامسة، الظبي، ظبي الفلا وظبي الخيرات، راشد بن بخيت، راشد بن بخيت بن علي بن مقارح مع تحديات وإثارة. المركز السابع،
المركز السابع العزرة يا سلام، سالم بن الدهيمي بن غفان الخيلي على المركز السابع، اخذ المركز الثامن اخذ رضوى سعيد بن منانه بن غدير الكتبي، وكذلك حفلة مع تحدي بينما حفلة لمحمد بن جابر بن حمد بن مصلح الاحبابي. يا سلام، الله 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 الله، وصل الرميثي يا ابو احمد خليفة بن احمد بن سيف الرميثي الصريدية، وهذا الاسم الكبير، وارجو المحافظة على هذا الاسم العريق، انت لها وكفو، ما تسمي الا 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 وهي تستاهل. الله 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 الله، يا سلام، وصلت الاسماء، مرحبا بطلة ومرحبا بن تريم مع تحديات طلة، وصلت في اول اذاعة تنضم الى هذا العالم الراقي الى العشرة الاسماء المنطلقة. يا سلام، وعينها على المقدمة، فالك وفالها ان شاء الله الرموز، هذه طلة عبد العزيز بن سلطان بن تريم الكتبي. ولكن نعود مع المقدمة، نعود مع اشكال، نعود مع بندري، نعود مع المنصوري، نعود مع هذه الاسماء، هذه لحظات اشكال اللي تعمل الاهوال واللي ينجز مالكها الافعال المشرفة. يا سلام يا سلام يا سلام، المركز الثاني وصلوا اهل الطلايب، وصلت الشاهينية سليم بن حمد بن سالم الدرعي، ما شاء الله ما شاء الله، المركز الثاني. وين اللي بيختمها اليوم؟ وين اللي بيفتح جهازه؟ وين مع شوط الختام؟ ما شوط الختام، ما قبل النهاية. يا سلام، المركز الثاني الشاهينية سليم بن حمد بن سالم الدرعي مع المركز الثاني. المركز الثالث الظبي علي بن سعيد بن مصبح المنصوري، وفي المركز الرابع كذلك ذكرى محمد بن راشد بن حضير ملك تبي. يا سلام يا سلام يا سلام، وصلت الاسماء، وصلت العزرة، وصل بالدهيمي سالم بالدهيمي بن غفان الخيلي، وكذلك عوايد راعية العوايد اللي ما تتنازل عن العوايد لعبيد بن محمد بن عبيد المزروعي، وايضا انضمام من شعار بن مقارح المركز السابع، وكذلك وصول من الصريدية خليفة بن احمد بن سيف الرميثي، وايضا انضمام من قبل طلة عبد العزيز بن سلطان بن تريم الكتبي، وكذلك على المركز العاشر. يا سلام يا سلام يا سلام، طلعه راشد بن مبارك بن علي بن مسلم المنصوري وين يا اخواني المسافة كيلو وين عن خط النهاية؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هناك المقدمة، هناك الصدارة، خبروني عن الاولى، انها اشكال اللي تعمل اهوال واللي لا زالت مسيطرة. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، هذه هي اشكال مسلم بن علي بن دري المنصوري على المرتبة الاولى. يا حي اللي يقول ويفعل، يا حي اللي يقول ويفعل، هذا هو مسيطر ما شاء الله مع مقدمة الاسماء. المركز الثاني ما يستهان بها، الشاهينية سليم بن حمد بن سالم الدرعي، وكذلك العزرة سالم بن دهيبي بن غافان، وايضا انضمام راقي من قبل ظبي الفلا رمز العطاء، هذه هي الظبي علي بن سعيد بن مصبح المنصوري على المركز الرابع. وصلت الاسماء، وصلت تبحث عن العوايد، وصلت راعة العوايد، هذا عبيد بن محمد بن عبيد المزروعي على المركز الان الثالث والرابع. يا سلام يا سلام يا سلام، نحن وين ارجو ربط الاحزمة، قد حان موعد الاقلاع، ولا زالت هذه البطلة هذه البطلة اشكال الفنون، فنون الاشكال لا زالت في مقدمة الاسماء. يا سلامي عليك، لما الناموس يحبك ولما تحب الناموس يا بندري تبقى مع هذه السلالات ومع هذا الاسم.
الانتاج الراقي والمرموق. كفو تنطح كفو، كفو تنطح كفو، ما شاء الله يا بندري يا ابو علي يا ابو علي. وصلت الاسماء، وصلت الاسماء، افتحوا الاجهزه وحركوهن بسم الله ما شاء الله. هذه الصواريخ الباتريوت، الصواريخ الحربيه الاتيه مع الانتاج والمنتجين. هذه العزره سالب الذهبي بن غفان، وكذلك انضمام من الشاحنيه. الدرعي وصل بكل قوه، سليم بن حمد بن سالم الدرعي، ولكن افعال واشكال والوان ونواميس وانتاج وهبه ريح وعلم غانم. اقلاع 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 يا سلام. الخدم والخزنه تناديك كما عودتهم بالسلامات. عز الله عز الله انك تقول وتفعل، عز الله انك تقول وتفعل. قلت يا اخواني في البدايه يا حي اللي يقول ويفعل، وهذا هو قال وفعل. يا ابو علي يا بن دري يا المنصوري، مليون تريليون والنعم. انجز كما انت منجز، وسطر الذهب والاقلام الذهبيه تدون هذا التاريخ، وتدون انجازاتك المستمره في الصباح وفي المساء في الدوله وخارجها. سلام بن دري، سلام سلام. اشكال على المركز الاول مسلم بن علي، بن دري المركز الثاني. هذه لحظه الوصول طلعه راشد بن مبارك وعلي مسلم المنصوري، اقترنوا المناصير مع النواميس. المركز الثالث المركز الثالث الشاحنية سليم بن حمد بن سالم الدرعي. المركز الرابع لمعة محمد بن خلفان بن غليط الغفلي. خامسا المركز الخامس الظبي في المركز الرابع محمد بن الصغير بن محمد المنصوري. خامسا لمعة محمد بن خلفان بن غليط الغفلي، ما شاء الله في دخول جماعي. ولكن تهانينا بحجم الكرة الأرضية والناموس من قاع البحار للسماء السابع على هذا الانجاز وعلى هذه الاشكال المميزة. 12 دقيقة 32 وتسعة اجزاء من الثواني. هنا مسلم بن علي بن دري المنصوري، لحظات الوصول للمركز الثاني. 12 دقيقة 34 وسبعة اجزاء من الثواني طلعة. راشد بن مبارك بن علي بن مسلم المنصوري انجز وابدع وامتع ايضا كل من يتابعه. المركز الثالث لحظات الوصول 12 دقيقة 35 ثانية وسبعة اجزاء من الثانية. ايضا كفو تنطح كفو، ما قصرت الشاحنية. سليم بن حمد بن سالم الدرعي مع هذا التحدي ومع هذا النصر والانتصار. هكذا وصلنا بكم الى الختام وملخص الختام في كافة الاشواط مع الزميل العزيز راشد بن علي بن خادم الزرعي.